اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج المنصه. جرعه جديده اذا تفرضها ميليشيا الحوثي على المشتقات النفطيه في مناطق سيطرتها، بدا العمل بها اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث تم رفع مبلغ 1000 ريال على البترول والديزل بعد ان كان سعر العبوه سعه 20 لتر 6500 ريال للبترول و7000 ريال للديزل. عن هذه الجرعة سيكون محور حلقتنا الأول في هذه الحلقة، ما المبررات التي دفعت الميليشيا لفرضها وكيف ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي لحياة المواطنين في مناطق سيطرتها. في المحور الثاني سنناقش موضوع أزمة المياه في مدينة تعز، والتي تشهد هذه الأيام أزمة خانقة في المياه وصعوبة في حصول المواطنين عليها، حيث مرت قرابة الشهر على المدينة وأريافها دون وصول المياه إلى المنازل، وارتفعت أسعار صهاريج المياه بشكل كبير. كيف تؤثر هذه الأزمة على حياة المواطنين، وما أسباب الأزمة، وما الذي يحدث بالضبط، وما دور السلطات المحلية في إيجاد حلول لها والخروج بالمدينة من هذه الأزمة التي ظلت تؤرق أبنائها منذ سنين. قبل البدء باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم نتابع التقرير التالي الذي أعده الزميل عمر نهمي عن موضوع الحلقة الأول. بعد أن كانت حجتها لاجتياح صنعاء، ها هي ميليشيا الحوثي تفرض جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية. فمنذ انقلابها على الدولة فرضت الميليشيا زيادات في أسعار الوقود، كان آخرها تلك المعلنة قبل أيام، حيث رفعت على السعر المتداول قرابة 1000 ريال على 20 لترا لكافة المشتقات النفطية. وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرتها بصنعاء قد رفعت أسعار الوقود في وقت سابق، وبلغ حينها سعر اللتر الواحد من مادة البترول 325 ريالا، فيما وصل سعر اللتر من الديزل 375 ريالا. الشركة بررت في بيان لها رفع أسعار المشتقات من جديد بإجراءات وزارة المالية في الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، إضافة إلى ارتفاع البورصة العالمية. وتعاني المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من أزمة مستمرة في المشتقات النفطية بسبب فرضها للرسوم الجمركية وفتح الأسواق السوداء. وأواخر العام الماضي أكد تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن أن خمس شركات لاستيراد النفط تتبع قيادات في ميليشيا الحوثي وتعمل على استيراد النفط من الموانئ الإيرانية عبر فواتير وشركات مزيفة. وتستخدم الميليشيا ورقة المشتقات النفطية منذ انقلابها على الدولة لتعزيز قوامها الاقتصادي ورفض جبهات القتال التابعة لها بالأموال تحت ما يسمى بالمجهود الحربي، حيث عملت على إغلاق المحطات الرسمية وعمدت إلى فتح أسواق سوداء تدار من قبل أتباع وموالين لها. في البداية لدينا اتصال للأستاذ حسان الشرماني من نقابة شركة النفط في صنعاء. أهلا بك أستاذ حسان. أهلا وسهلا. بما أنكم في النقابة بالتأكيد لكم اهتمام ومتابعة لهذا الموضوع، بداية كيف تتابعون هذه القرارات فيما يخص رفع زيادة في الأسعار، وما رأيكم بالمبررات التي قدمت؟ في البداية أرجو أن تسمح لي أن أنوه قليلا. أنا الآن أتحدث من صنعاء التاريخ والحضارة، أتحدث من صنعاء مصنع الرجال والقادة، فعاشت الحرية النقابية وعاشت صنعاء حرة أبية عصية. أصدرنا بيان نحن في نقابة الإدارة العامة لشركة النفط حول ما يحدث لشركة النفط من داخلها وخارجها، وما فرض عليها وما فرضه الأمر الواقع عليها. علاقة ما يحدث حاليا بزيادة أسعار المشتقات النفطية بما أصدرنا من بيان لا يوجد علاقة أبدا إلا عما فرض على شركة النفط من داخلها وخارجها. طيب ما الأهداف الحقيقية وراء هذا الفرض الآن؟ الأهداف الحقيقية نحن لا نستطيع أن نتحدث إذا كان هناك كما أورد في تقريركم ارتباط بين المالية وما المالية في عدن وما تحدثتم به عن مبررات شركة النفط وسلطة الأمر الواقع صنعاء. نحن نقول وأرجو أن يتسع صدركم لنا، فنحن نتحدث على الجميع وبالحقائق. نقول شركة النفط تقوم بتسويق سلعة مهمة عالمية يعتمد عليها الشعب اليمني كامل في الداخل
في محافظات مليئة بالكثافة السكانية، تتحمل رواتب، تتحمل شركة النفط اليمنية الخدمات، المستشفيات، تتحمل الدولة كلها، كلها في شركة النفط اليمنية تعتمد على الرواتب وعلى السلعة هذه المهمة جدا. هناك كثافة سكانية، هناك مسؤولية، هناك دولة وسلطة أمر واقع تقام. طيب هذا واضح ومعروف. أستاذ حسان، الآن هناك مجموعة من المبررات قدمت لهذه الزيادة، ما المنطقي والحقيقي من هذه المبررات؟ بما أنك في النقابة، تعرفون أن بعد ما صد بما أننا في النقابة تعرفون أنه بعد ما صدر قرار التعويم تم حرمان شركة النفط من نشاطها ومن تسويق، وأوكل الأمر للقطاع الخاص للتجار، وأعطوا الجمل بما حمل. طيب هذا الحرمان والاستهداف لشركة النفط إلى أي حد يعبر عن صورة ما ينشر ويشاع أنه ربما يتم استغلال أزمة المشتقات النفطية لتحقيق أرباح مادية وخدمة السوق السوداء؟ نعم، هذا هو السؤال المفصلي. هناك تجار يستغلون الدولة ويستغلون شركة النفط، يستغلونها لجيوبهم، نافذين يستغلون لجيوبهم الخاصة، المتحكمون باستيراد المشتقات النفطية، أي تجار النافذين، أي تجار هم من يتحكم بهذه السلعة، وليست كما يشاع أن شركة النفط أو مرتبات، المرتبات التي تتحملها شركة النفط هي مسؤولية تامة وواجب أخلاقي تقوم به شركة النفط وسلطة الأمر الواقع كالتزام تجاه الشعب والكثافة السكانية التي تتحملها سلطة الأمر الواقع. طيب أستاذ حسان، المنظمات الأممية والدولية التي تنفذ مشاريع إغاثة اليوم في اليمن، هل لها علاقة بتوفير مشتقات نفطية، في المساعدة، في التسهيل في وصول المشتقات والحد من هذه الأزمات، وبالتالي يتم استغلال هذه المعونات لتحقيق أرباح مادية من قبل المتنفذين؟ نعم، وهذا ما يخالف قانون الحرب. قانون الحرب يقول أن سلعة المشتقات النفطية هي من ضمن بنود الحالة الإنسانية، فلا يجوز احتجاز سفن ولا يجوز استخدام هذه السلعة فيما لا يخدم الشعب والمصلحة العامة. فمئة في المئة نقولها للعالم، للداخل والخارج، فعلا أن تجار الحروب هم، والتجار هم من يتحكمون سواء بأسعار المشتقات النفطية أو بتسويقها أو بتهريبها. أما شركة النفط وسلطة الأمر الواقع نقولها بكل صراحة، هم يتحملون مسؤولية دولة وكثافة سكانية ومحافظات ورواتب وغيره وخدميات ومستشفيات وكل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية تجاه الساكنين في الداخل. طيب أين هي هذه الالتزامات الأخلاقية والإنسانية التي تتحدث عنها والتي يفترض أنها تكون حاضرة لدى هذه السلطة الآن وهي تعمل على الرفع والزيادة في أسعار المشتقات النفطية؟ نحن بالتأكيد لا نتمنى أن يتضرر المواطن، ولا نرضى لأنفسنا أن نحن لا نستطيع حتى ركوب مواصلات، لكن تعلم بالموارد، من أين يكون من أين تأتي الموارد؟ أصبحت فقط سلعة الغاز وسلعة المشتقات النفطية كاملة هي المصدر الوحيد للإيراد، فهو أمر واقع سواء على سلطة الأمر الواقع أو على شركة النفط. كان الأحرى بالحفاظ على البنية التحتية لشركة النفط لمنشآتها. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ حسان، حفاظ عليه لتقوم بخدمة الواجب. أيضا هناك عدوان داخلي، لا ننكر أن هناك عدوان داخلي يتمثل في سلب قرار إرادة شركة النفط والفساد فيها وعدم استطاعت إدارتها ومكافحة المتحكمين بها أو التصدي للمتحكمين بها من قبل الإدارة الحالية القائمة على شركة النفط. وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك أستاذ حسان الشرماني عضو نقابة شركة النفط من صنعاء، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر، الأخ نبيل الفقي، أهلا بك نبيل. أهلا نبيل، تعليقك مشاركتك في هذا المحور حول فرض جرعة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وانعكاسها على المواطنين.
قبل أن أبدأ أعلق الاتصال السابق بفرض كلمة الأمر الواقع، الأمر الواقع وكأنه ليس بشركة النفط بل مشرف الحوثيين على شركة النفط. سلطة الأمر الواقع الذي يقول عنه وترفع سعر رفعت سعر المشتقات النفطية أصلا لإنعاش أسواقها السوداء التي تدار من قياداتها الفاسدة. هذا كان الأصل أن يوضح هذا للناس أو يعني بالمجمل، لكن يريد أن يقول أن هذا أمر واقع وهذه سلطة الأمر الواقع وكرر الأمر الواقع. وإن سلطة الأمر الواقع من تسليم الرواتب، إن سلطة الأمر الواقع من تجريع الشعب اليمني، إن سلطة الأمر الواقع إذا كان يتفاخر بها من كل الآلام التي يمر بها الشعب اليمني على المستوى الاقتصادي نحن نتكلم اليوم. لكن أنت تعرف أن الآن رفع سعر البنزين من 7000 إلى 7320 لتر والديزل إلى 8600 ريال بجرأتها الجديدة هو لإنعاش سوقها السوداء. أخي الكريم، تؤكد تقارير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن عن قيام جماعة الحوثي بجمع مبلغ 308 مليار ريال من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة الذين يستميتون على دفاع خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى أكتوبر 2018 3.8 مليار ريال، هذه من رسوم من المشتقات النفطية من ميناء الحديدة. تفرض الميليشيات 48 ريال و19 فلس على كل لتر رسوم تحت مسمى عدة. التقرير هذا الذي يوضح من خبراء في الأمم المتحدة يقول أن الحوثيين يفرضون 48 ريال و19 فلس على كل المشتقات النفطية مقابل أجوره جماره 10 ريال مقابل عمولة، 2 ريال مقابل مجهود حربي، مقابل أجور متفرقة لكل 2 ريال. التقرير يوضح أن كمية المشتقات النفطية التي دخلت ميناء الحديدة خلال 25 شهر فقط بلغت 4,730,000 طن، استوردته 52 شركة بدور وكلاء، وكل الشركات هؤلاء التي تستورد هي من الأسرة الحوثية والهاشمية السلال السياسي الهاشمية السياسية ومن المتنفذين والسوق السوداء كلها من أرباب التجار السوق السوداء كلهم حوثيين وكبار الحوثيين الذين أتوا كل 52 شركة بدور بيع. يعني تخيل لكل هؤلاء وأموال طائلة، الطن يساوي 1350 لتر، يتحول الطن إلى مبالغ إجمالي في المشتقات النفطية يعني مبالغ يعني 6,385,000,000 لتر من الوقود، يضرب الكمية في إجمالي الرسوم ويعني هذه الكمية التي دخلت من الحديدة يضربها في كمية الرسوم التي فرضتها الميليشيا، أموال طائلة جنوها من هنا. رفع المشتقات يا أخي سامي هي زيادة فقط لإدارة أموال، أما سلطة الأمر الواقع التي تكلم عنها الأخ في النقابة لا رواتب، الجرعة السعرية نسوا. لماذا دخلوا؟ لماذا دخلوا صنعاء؟ لإسقاط 500 ريال للجرعة نسوا، يعني كل البلوى التي جاءت بعذر يعني أصبح منهم بزيادة 500. الآن جرعوا الشعب ويلات، جرعوا الشعب مآتي، جرعوا الشعب كل ما لم يعرفوا الشعب اليمني أتوا به، فهذه ميليشيات حاقدة على الشعب اليمني. هذا يا أختامي هذا تاريخهم الحالي الآن الذي نمارسه، تاريخهم القديم هم أصحاب تاريخ يعني كله آلام. عندما تأتي هذه السلالة إلى اليمن سواء في ابن الرسي، سواء في الإمام أحمد، سواء في كل، لم تأتي إلا بالجهل، لم تأتي إلا بالفقر، لم تأتي إلا بالأمراض، كل ما لم يعرفوا اليمنيين يعرفوه عندما تضعف الدولة وتأتي هذه السلالة. تخيل الإمام أحمد، الإمام يحيى ذات يوم دخل إليه عقلاء صنعاء وقالوا له هناك يعني مجاعة في الناس لم يلقوا ما يأكلوا، فهناك فرن عليك أن تصرف قدمتين لهم بدل قدمة واحدة، فرفض الإمام ومات الكثير. تخيل هناك أمراض كانت في الحديدة كما تقول كول ديفاين الكاتبة الفرنسية في كتابها كنت طبيبة في اليمن، قالت مريض الناس في الحديدة وكان يعني الإبرة الواحدة فرضوا عليها 30 إبرة بريال فرنسي، فرفض الإمام ومات الكثير. هذه السلالة التي تحكم كما يقول الأمر الواقع لم تأتي إلا بالأمراض، لم تأتي إلا بكل
بكل ما هو قبيح لليمنيين، الجرعات السعرية والصرافات والشركات والهوامير، كل هؤلاء الآن تدار الحوثي. كانوا لا يقدرون، كانوا قطاع طرق، هناك ناس قطاع طرق وناس نعرفهم يعني في أيام النظام السابق، الآن صاروا من أرباب التجارة وبنو الفلل، وعلى القبائل أن يقودهم إلى محارق الجبهات، هذا بالتأكيد. يعني أشكرك جزيلا نبيل من السعودية، شكرا لك. اتصال آخر أيضا من السعودية، الأخ ياسين، أهلا بك ياسين. ياسين، طيب إذن ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وسنناقش في هذا المحور أزمة المياه في تعز ودور السلطات المحلية في إيجاد حلول لها، حيث تشهد المدينة كما ذكرنا في البداية أزمة مياه خانقة. هي ليست الأولى من نوعها في المدينة التي تشهد أزمات عدة مماثلة، وكانت الحلول مؤقتة كما يقال ما تسبب بعودة الأزمات مرة أخرى. بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة في الشاشة. لدينا اتصال، أهلا بك عدنان. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام عدنان، مشاركتك في هذا الموضوع حول أزمة المياه في تعز. أولا السلام عليكم وعلى كل الأخوة المشاهدين. أخي العزيز، مشكلة المياه في تعز هي الأقدم من نوعها، حيث كانت قد بدأت في مطلع التسعينيات في المدينة طبعا، أما بالنسبة للريف فقد بدأت في مطلع السبعينيات، فمع الحرب حدث ما لم يحمد عقباه كما يقال، فقد تفاقمت الأزمة وانعدمت الحلول تماما، فلم تعد المياه تصل إلى المنازل بأي سبل والوسائل، ولم تستفاد منها من مياه الأمطار، لأن أصبحت مجاري المياه مقالب للقمامة والنفايات. أخي العزيز، تعز مهددة بالعطش خلال أقل من عقدين، فأرى بأن على السلطة، واجب السلطة المحلية، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مصادر مياه جديدة، لأن هناك استنزاف بالإضافة إلى الحصار المطبق على المدينة، فهناك استنزاف للمياه نتيجة زيادة التعداد السكاني والتوسع العمراني في المحافظة مع محدودية مصادر المياه فيها. أخي، فهناك تدابير يجب أن تعتمد عليها السلطة المحلية، تعتمد حيث أن المدينة تعتمد على ثلاثة أحواض مائية، وهي الضباب والحوضان والحيمة، فتزود هذه المصادر فقط ب17,000 متر مكعب يوميا، بينما الاحتياج اليومي يبلغ 56,000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26,000 متر من الاحتياج حسب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. هناك أيضا أزمة المشتقات النفطية تدخل في هذا الجانب، في هذا الموضوع أو في هذه الأزمة، فقد أصابت المواطن اليمني بشلل وعرقلة أعمال الكثير، وحملت المواطن أعباء مالية في كثير من جوانب الحياة أهمها المياه، بعد أن ارتفع سعر رواية الماء من 3,000 إلى ما يقارب 8,000 بسبب انقطاع الديزل والبترول، الذي دفع أصحاب الوايتات للوقوف في طابورين، الأول أمام محطة البنزين والآخر أمام ارتوازات المياه، ليقع الفاس في رأس المواطن الذي اضطر لدفع أكثر من صرف السعر القديم، هذا إن أمكنه أصلا شراء الوايت. تفضل أخي. طيب أخ عدنان، بالنسبة لك أنت يعني عائلتك المتواجدة ربما في تعز، هل هي تعاني من هذه الأزمة؟ ما هي البدائل التي لجأوا إليها؟ وكيف هي الأسعار؟ وإلى أي حد هناك استغلال لهذه الأزمة من قبل مزودي هذه الخدمة؟ بلا شك كل الأسر في تعز تأثرت من هذه الأزمة ومن هذا الحصار، خاصة في جانب المياه، فبلا شك البديل كان سابقا قبل 2011، كان هناك مرة واحدة يصل الوايت الماء إلى المنازل، مرة واحدة يصل مشروع المياه إلى المنازل في الشهر، فما بالك الآن مع هذا الحصار، مع هذه الحرب. فيا أخي العزيز،
كل أبناء تعز يعانون أشد العناء من أزمة المياه. أشكرك. فنحمل السلطة المحلية في اتخاذ تدابير تطوير إدارة الموارد المائية مهمة مناطة بكل الجهات وبكل الشرائح وقطاعات المجتمع، ترشيد الاستهلاك والحرص على كل قطرة ماء، إنجاز تدابير للحد أو التقليل من مصادر التلوث للمياه الجوفية. يمكن أيضا أخي العزيز عمل أحواض للمياه في مصبات جبل صدر وغيرها من الجبال المحيطة في المدينة. يجب تأهيل العيون المتواجدة من خلال البحث عن مصادرها، تفعيل دور رقابي على ورش السرويش وما سابها من الورش التي تسرف في استخدام المياه، الاستفادة من المياه العادمة في الجانب الزراعي، فهناك كثير من الهدر يستخدم في زراعة القاض وفي بعض الزراعات في المحافظة. أشكرك جزيلا أخ عدنان من السعودية. من تعز لدينا اتصال مع الأستاذ المهندس بدر الإبي مدير عام فرع المؤسسة في المحافظة. أهلا بك مهندس بدر. حياك الله أستاذ سامي وحيا الله المشاهدين. شكرا جزيلا. الصامدين داخل مدينة تعز وفي خارجها. على مدى الأسبوع شكرا جزيلا لك أستاذ بدر. على مدى هذا الأسبوع كانت أزمة المياه هي ربما الحدث الأبرز في محافظة تعز. هل هناك أي تحسن ومعالجة في هذه الأزمة؟ هل انخفضت هناك أي انخفاضات في معدل هذه الأزمة ما زالت كما هي؟ احنا قمنا بتشغيل عدة آبار أضفناها إلى الخدمة مثل بئر مدينة النور وبئر القشاش وبئر مدرسة الدرة كانت متوقفة، لكن أنا سأبدأ مما تدخل به الأستاذ عدنان. كان تدخل رائع وشخص كثير من المشاكل التي نعانيها، وأبدأ من نقطة دعم وقود الديزل. لدينا داخل المدينة ما يقارب 21 بئر، ونتلقى الدعم من اليونسف مشكورين، وننبه أن الدفعة شهر يناير لم تصل، وتلقينا دفعة في فبراير، والآن أوشك هذه الدفعة على النفاذ يمكن خلال الأيام القادمة. لهذا عبر إذاعتكم أوجه مناشدة سرعة توريد الشحنة من دفعة الديزل إلى داخل المدينة، يعني عبر اليونسيف ومنظمة الغذاء العالمي وكل السامعين. طيب حتى لا نتجاوز هذه النقطة، ما الذي يمنع خلال الأيام القادمة؟ طيب. ستتفاقم الأزمة وتتوقف الآبار التي هي عامله الان داخل المدينه. طيب مع حتى لا نتجاوز هذه النقطه مهندس بدر، ما الذي يمنع، ما هي العوائق التي تمنع وصول هذه الكميات من مادة الديزل للمدينه؟ يا اخي كان هناك عوائق كثيره، نحن من بدايه الازمه هذه والحرب والحصار يعني لم تصلنا الدفعات المطلوبه كما تصل لاخواننا خارج المدينه في الحوضان او غيره سواء. فاحنا بعد جهد جهيد ومتابعات تمكنا من انتظام نوعا ما لهذه الشحنات بدخولها الى مدينه تعز عبر منظمه الغذاء العالمي، وكان عبر الصليب الاحمر الدولي، والان يعني نلاحظ هذا التعثر نوعا ما. يعني لانه الماء هذه الماده نرفع تقارير الى اليونيسف صنعاء وعبرهم يعني. طيب المعالجة التي قمتم بها تشغيل بعض الآبر كما ذكرت في بداية حديثك، إلى أي حد خففت من هذه الأزمة؟ طبعا باهتمام الوزارة والسلطة المحلية دعينا ووضعنا خطة طوارئ لمواجهة للحد من هذه الأزمة، وإلا كما ذكر المتدخل مدينة تعز تعاني منها، وكنا نأمل في المشروع الاستراتيجي لتحلية المياه ومشاريع حصاد المياه إلى ما هنالك. قمنا بتشغيل بعض الآبار التي كانت متوقفة، وخلال الأسابيع القادمة لدينا بئر سائلة القمط وبئر محطة تعبات، هذه أيضا كما تلقينا الخبر اليوم من منظمة كير بأنها ستتدخل بمعالجة هذه الآبار على الرغم من توقفها ما يزيد عن 3 أشهر، ونحن نناشد النفقات التشغيلية التي تقدم من المنظمات الداعمة كاليونيسف أن تصل إلى داخل المدينة كما أنها تصل إلى خارجها، لكن للأسف تتوقف البئر أكثر من فترة، ويعني وهذا يصعب علينا قضية الإنتاج. طبعا
الآن نتيجة هذه الأزمة أصبح كل حي يريد الماء يصل إلى منطقته قبل أي آخر. هذه لا شك الآبار التي دخلت الثلاث الآبار لا شك أنها ستحد من الأزمة للمناطق المحيطة بها، لكن هناك مناطق تشرب أو يأتي التغذية لها من الخزانات الرئيسية، وهذه الخزانات الرئيسية كما تدخل الأستاذ عدنان تأتينا من خارج المدينة، هي من حبير، من الحيمة، من الحوغلة، سد العامرة، الحوبان، وهذه تشكل لو شغلت بطاقتها الكاملة سترتدنا بما يقارب 16 ألف متر مكعب في اليوم. وهناك داخل المدينة الآن نحن نقوم بإنتاج ما يقارب 3000 متر مكعب في اليوم. طيب 3000 لتر مكعب في اليوم تغطي نسبة ما كم من الاحتياج؟ يعني نسبة الاحتياج كما ذكر الأستاذ 35000 إلى 40000، هناك فجوة عجز 144% من هذا الاحتياج. نحن نتحدث عن مأساة حقيقية داخل تعز. طيب هذه المأساة الحقيقية الموجودة داخل تعز، طيب في ظل هذه المأساة الحقيقية وهذه الأزمة الحاصلة، كيف تقيم كمدير لمؤسسة المياه تعاطي الجهات المسؤولة والمعنية في الحكومة؟ هل هناك استجابة لهذه الأزمة؟ هل هناك أي متابعة منهم؟ هل قدمت من قبلهم أي دعم ومساندة لكم؟ هناك متابعة من الوزارة ومن الأستاذ المحافظ رئيس مجلس الإدارة وأيضا الوكلاء داخل المدينة متابعة حثيثة، وتلقينا بعض الدعم، وأيضا مدراء المديريات الآن يطلعون في حل الإشكالات فيما تدمر من الشبكة وفيما يواجهنا من مصاعب في قضايا كثيرة. فهناك تدخل ملموس وملحوظ، ولكنه ليس يعني الدعم الكافي، ونحن ننتظر الدعم الكافي الذي يصل لتجاوز مثل هذه الإشكالات. ما هي أشكال هذا الدعم الكافي؟ هناك متابعة. طيب أستاذ بدر، ما هي أشكال هذا الدعم الكافي الذي تنتظرونه الآن؟ نحن ننتظر أهم نقطة الآن، الدعم في وقود الديزل في تشغيل ما هو موجود. ننتظر الدعم أن يتم تشغيل جميع الآبار التي تحت سيطرة الحوثيين، هذه مهمة جدا. وتنابى أنه هناك نوع من التحرك، أرجو أن يكون بقوة وفاعلية حتى نتجاوز هذه الأزمة الإنسانية التي تمس المواطن، وهي أزمة إنسانية أخلاقية دينية. لابد أن تتجنب هذه القضية أن تتحول إلى سلاح في وجه مدينة تعز، أو تتحول إلى مماحكات أو سياسات لا يجوز بحال مثل هذا من خلال هذه الجوانب. هذا هو أهم نقطة، أن يكون هناك تدخل لتشغيل جميع آبار المؤسسة وحقولها في المنطقة الغربية من قطيف التماس، في سد العامرة، في الحوغلة، الحوبان، التبشاعة، شعب الريحان، إلى ما هنالك من الآبار التي تصل الآن أمامي إلى 53 بئر. إذا اعتبرنا أن هناك بعض الآبار التي تعمل ويصلنا كمية ضئيلة من المياه حسب جهد العاملين هناك، لكن لابد من تدخل قوي لتشغيل جميع الآبار. شكرا. هناك لا شك نشكر من يقوم بتشغيل الآبار من الزملاء المتواجدين خارج المدينة على ما يقدموه ويبذلوه، لكن لابد من أن تتجرد هذه القضية عن أي ردود فعل أو تدخل في حسابات المعركة في هذا الجانب. أشكرك جزيلا المهندس بدر الإبي، مدير عام فرع مؤسسة المياه في تعز. حول الموضوع أيضا لدينا بعض التصريحات من تعز نتابعها معا. كلنا نعلم بأن الماء هو سر الحياة، وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حياة، ولكننا ما نجده في تعز معاناة ومأساة حقيقية من انعدام الماء. أصبح سعر الواية الماء ما يقارب 25000، وأصبح الماء كأنه أغلى من النفط وأغلى من الذهب وأغلى من الدم حتى. يعني نتمنى أنه يكون الماء هذا ذو مكانة مهمة لدينا جميعا، المسؤول من جهته والمواطن من جهته. نتمنى أن نوجد حلول بدائل، نوجد الماء أين مكان.
نعاني من صعوبة في إيجاد مياه الشرب حاليا، حتى في البقالات، حتى في وايتات المياه لا تصل إلينا كما كانت في السابق، وإنما تصل إلينا حتى المياه ليست صالحة للشرب، وإنما هناك تغير في طعم المياه، وذلك بسبب شحة الأمطار وكذلك نقص المياه الجوفية، مما أدى ذلك إلى توفر مياه غير صالحة للشرب. فنحن في هذه الأيام نعاني ونرجو إيجاد حل في هذه الأزمة منكم، وجزيل الشكر لكم. أزمة في المياه، يعني قد هو أهم شيء الماء. ربنا يقول لك عنا من الماء كل شيء حي، أهم شيء الماء. الشيء الباقي قد إحنا نكافح، لكن الماء أهم شيء. الماء غالي، نار النص تزفى ب10 وتزفى ب20، ما فيش مي. عادك تجلس تزكن عليه زي الطابور زي الفرزة، لا بعد 10 أيام يجيب لك عاد باخ يمتين قدامك ناس آخرين، وهكذا من هذا الشغل. تابعنا هذه التصريحات من تعز، وأيضا لدينا اتصال من تعز الأخ نايف. أهلا بك نايف. أيوة معك نايف، مشاركتك في هذا الموضوع، إلى أي حد وصلت الأزمة لديكم في تعز، وما هي البدائل التي لجأتم إليها؟ والله هي الأزمة قائمة إلى حد الآن، بالذات بسبب توقف بعض الآبار اللي تواجهنا تدخل المدينة، مما أدى بسبب مناطق السماس متواجدة بعض الآبار اللي كانت تغطي مشروع مؤسسة المياه الذي يضخ إلى المدينة. فلقى معظم الناس في استنزاف المياه الذي في الآبار السطحية الذي خارج المدينة مثل الوايتات وغيرها، وهذا أدى أثر على المناطق الموجود خارج المدينة على الضواحي بالأرياف، أدى إلى جفاف الآبار، أدى إلى أزمة حقيقية فعلية. طيب ما رأيك بالجهود التي تبذلها السلطات المعنية في المحافظة؟ هنا السلطات تسعى جاهزة بالتعاون مع بعض المنظمات الإنسانية والمنظمات التي قامت بتشغيل بعض مشاريع المياه الواقفة والمتعطلة، تمام، مما أدى إلى تغطية بعض، يعني بسيط جدا، من العجز القائم الذي هو أزمة المياه الحقيقية اللي هي خانقة للمواطن، بالإضافة إلى استخدام بعض يعني الطرق التقليدية مثل استخدام بعض العيون الماء البسيطة، لكن هناك أزمة حول ذلك بسبب تدافع الناس، بسبب زحمة استهلاك المياه لم يفي بالغرض. طيب شكرا جزيلا لك أخ نايف. أيضا من تعز اتصال آخر الأخ مهيوب سلام. أهلا بك يا مهيوب. ألو. أهلا بك أخ مهيوب، مشاركتك في الموضوع حول أزمة المياه في محافظة تعز. أهلا وسهلا. أهلا بك. نعم، على الأزمة في داخل تعز طبعا نمر بأزمة خاصة للمياه، وبعدين الأزمة هذه احنا في اولا احنا في حصار حرب من قبل منشط الحوثي، وثانيا الأزمة هذه لنا فترة، والأزمة هذه هي احد الأزمات الذي يمر فيها تعز لنا اكثر من 4 سنوات نعاني من الأزمة، وخاصة في الأيام اشتدت الأزمة بالنسبة للمياه، والحين طلع الوقت ب20,000 ريال. الماء من الأزمة عندنا شديد قوي جدا، والحمد لله دلحين نحاول. المهم الأزمة دحين قوية والمياه غالي، نعرف ما فيش مشت حلول من السلطة المحلية، نحن السلطة المحلية والجهة المختصة أن يشوفونا حلول سريعة للمسؤولين، لأن في أزمة أصبحت في أناس اشتروا من أصحاب الوائتات، من أصحاب الوائتات منعوهم أن يوصلوا ما لتعز، والآباب دفعوا لهم مبالغ باهظة يحولها إلى إلى القات، تخزين القات، وصفات الأزمة في تعز يسبب ذلك السكن، لأن السوق هنا السكان تعز الآن إحنا في المربع، إحنا في تعز يعتبر المديريتين الشرق، مديرية المظفر والقاهرة، وجزء من المظفر أصبح جزء من المظفر بخط التماس، وجزء من القاهرة بخط التماس، والجزء البسيط هذا كل السكان اللي داخله كامل سبب لنا أزمة، لا نحصل المياه، ما هلش نهائيا نجري المياه من مكان إلى مكان. شكرا جزيلا لك أخ مهيوب من تعز.
حول الموضوع ايضا نستعرض معكم بعد ان طرحنا السؤال في الفيسبوك بعض المشاركات. الاخ عمار يقول ان المحافظ حل المشكله، دعا ابنة تعز الى صلاه الاستسقاء. فارس يقول ليست الازمه في المدينه فقط حتى في الريف، وصل سعر الوايد الماء إلى 9000 ريال بعدما كان ب 5000 ريال. وديع يقول تستنزف المياه في تعز خصوصا في الأرياف بكمية كبيرة في سقي شجرة القادم. الأخ طاهر يقول منذ بداية الحرب وتعز تعيش أزمة في المياه في ظل غياب تام لمشروع المياه، ويعد ذلك لآبار المياه المتواجدة داخل المدينة، فقد كانت تفي بالغرض ويلجأ لها السكان من وقت لآخر لتغطية احتياجاتهم. ولكن ما تشهده تعز خلال هذه الفترة ليس بسبب إدارة مشروع المياه، لأن لا دور لها سابق ولاحق، ولا ثقة المواطن بهذه الإدارة الغائبة كل يوم في الواقع. سبب ما يحدث هو استغلال بعض المتنفذين للآبار بزيادة أسعار التعبئة، وقد يكون لاختلاق أزمة مصطنعة، وهو ما جعل ملاك الوايتات يستغلون هذه الأزمة برفع أسعار النقل. خليل يقول مشكلة المياه في تعز تعود إلى أن تعز بالأساس فقيرة مائيا وتحتاج لمشروع لتحلية المياه لتنتهي المشكلة، أما عن الآبار التي تغذي مشروع المياه والتي أساس لا تستطيع توفير ربع الكمية التي تحتاجها المدينة، هي تحت سيطرة الانقلابيين الذين يرفضون السماح بتشغيلها. نائف يقول يعتقد أن أهم أسباب الأزمة الحفر العشوائي للآبار، وأيضا لا توجد أي ضوابط ومعايير للحفر وترك المواطن يعبث حيثما يريد. أيضا يقول كنا نعلم أن تلك الآبار التي حفرت تتجمع فيها المياه الجوفية حيث تعمل في موسم الصيف وتنتهي بانتهاء الأمطار الموسمية بعد شهر أو شهرين على الأكثر، ما يعمل على تضاعف هذه الأزمة. إذا كانت هذه مشاركة أخيرة، وصلنا معكم إذن لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.